بسم الله الرحمن الرحيم. كان خباب بن الأرت رضي الله عنه يعمل عند العاص بن وائل، وكان يجمع أمواله عنده، وكان عاملا لديه، فكانت رواتبه تجتمع عند هذا الرجل. وفي يوم من الأيام قال له: أريد أموالي ورواتبي. قال له: اذهب، لا مال لك ولا رواتب. قال له: بلى، مالي ورواتبي عندك. قال: أقول لك اذهب. قال له خباب: ستموت وتبعث وتحاسبني يوم القيامة. قال له العاص: أو نبعث بعد أن نموت؟ قال: نعم. قال: إذن سيكون عندي أموال كثيرة جدا، سأحاسبك هناك بعد الموت. نعم. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سيأتينا فردا لا مال له ولا حرس ولا شيء. فالكل إذا كنا نعترف أننا سنقدم على الله سبحانه وتعالى فرادا، فالذي ينبغي أن نعد العدة لذاك اليوم ولذلك اللقاء. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.